شفت المباراة ازاي؟ هزيمة ما كانتش متوقعة خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية احنا ابتدينا الشوط وزي ما كنا متوقعين، النادي المقاولين هيبقى مقفل المساحات، بيلعب مدافع بيحترم النادي الاهلي ويلعب على المرتدات، ما عملش اكتر من كده. الشوط الاولاني تقريبا ما راحوش لشريف تقريبا خالص يعني. الشوط الثاني زي ما حضرتك تفضلت كان النادي الاهلي الافضل، راح باكتر من كوره، في كوره الوليد، في كوره لشريف في اخر دقيقه، مروان، احمد الشيخ، في اكتر من فرصه يعني، كان ممكن في واحده لوليد سليمان، كريم ندفد راح معدي وراح لعبها بالعرض، وليد سليمان بدل ما يشوطها لو لمها وخدوا الراجل بيتزحلق وخدوا اللي شاطها جت في سمير اعتقد. فالنهارده فرق معاك ان اكتر من لاعب ما كانش في حالته. الحاجه الثانيه تحس ان الفرقه بدنيا واعيين لدرجه ان في اخر في دقيقه 94 4 5 المقاولين رايحين على اثنين من النادي الاهلي. يعني المفروض سرعه الارتداد تبقى من النادي الاهلي. بدنيا واضح ان هم واقعين، فدي تركه جمهور النادي الاهلي لازم يبقى عارف كويس قوي ان الراجل ده سايب تركه، اعتقد انها تركه سيئه للغايه. سواء هو او الراجل بتاع الاحمال سايبين تركه. ارجو لجمهورنا العظيم يصبر على فرقته، لان واضح جدا كمان ان هناك اخطاء في قلبي الدفاع. يعني كوليبالي دي طبعا يعني ما جايب الاخ كارترون، يعني في كل ماتش في مشكله عاملها. الجول ده لو في تمرينه ممرن سيرد باك، ما اعتقدش ابدا انها تيجي في النادي الاهلي بالشكل ده. صعب يعني انا جداً لو ممرن راس حربه على سيرد باك، كرة غريبة وعجيبة، ودي مش أول مرة. وبعدين هو زعلان من الانتقادات اللي جاية له. أنا ما أعرفش الانتقادات دي يعني بناء على إيه، مع انتقادات لأن الجمهور شايف الأخطاء القاتلة اللي بتصدر منك. فطبعا دي حاجة. وطبعا النهاردة العناصر اللي هي بتشكل لك دايما خطورة، وليد سليمان النهاردة بذل جهد كبير جدا لكن مش في حالته. هشام محمد مش في حالته، عشان بوكس. مش في مكانه وليد سليمان، بس برضه مش في حالته. انما هو اكتر واحد بذل جهد وبيبذل جهد لحد اخر دقيقه، لكن تحس ان هو يعني حتى الكرات الثابته، الكورنر، الفاولات، الحاجات اللي هو كان مميز بيها النهارده مش في حالته. كريم ندفد النهارده انا بحييه الحقيقه، عمل جيم كويس قوي على غير المتوقع، بيلعب في مكان غير بتاعه، غير مكانه، ولكن الحقيقه ادى جيم كويس. وبرضه ناصر ماهر ادى الشوط ونص الى حد ما معقول. احمد الشيخ كبدايه انا شايف ان هو كبدايه جيده جدا في حاله السوء اللي كان عليها الفريق. اعتقد انه يعني بدنيا طبعا نمره واحد كانت واضحه جدا. الحاجه الثانيه اللعيبه ما فيش تركيز، يعني عدم التركيز ده يعني ما تعرفش فيه ايه. دي لازم يبقى في وقفه مع الجهاز الفني مع اللاعبين. وبعدين برضو في لعيبه لما بتحس ان انا ما فيش بديل ليا، يعني قلبي الدفاع انا حاسس ان انا ما فيش بديل ليا. فالنهارده كوليبالي وسعد اخطاء قاتله، حتى سعد برضو الشوط الاولاني كان فيه اخطاء. يعني بلم الكوره بلمها غلط. يا سعد انت راجل دولي، ما ينفعش ان انا ابقى. وبعدين حتى في الكورنر في مرتين لو حطيتها بدماغك جول تيجي جون، وكان بيجيبها وكنت بتجيبها وكان بيجيبها. ايه اللي جرى؟ ايه اللي جرى؟ لازم يا سعد يبقى ادائي غير كده. شوف الكره فين، مش عايزه تخش. الى جانب برضو في حاجات خفيفه كده، فاولات وحاجات خفيفه كده. يعني الاخ سوستا النهارده المفروض يطرد من اول نص ساعه، فاولات بالجمله وزحلقات بالجمله، فين وفين؟ راح مديله انذار في الاخر، اخر الماتش. طب العنف ده اللي كان موجود من بدايه الماتش، والاخ اللي بيتولى اداره المباراه جريشه بيحسب فاولات وهميه وبيدي فاولات وهميه. مش الحكم، احنا ما بنقولش ان الحكم هو اللي سبب الاداء، لكن برضو في حاجات صغيره كده احنا نفهمها كشغلنا في الكوره. فاولات ملهاش اي لازمه، تبص تلاقي حاسبها. مروان طالع بيلعب الكوره بدماغه، الراجل ما لمس الراجل. ناصر ماهر بياخد الكوره،
هشام محمد الراجل شايل رجليه ما حسبهاش فاول، شايط رجليه شايل القصبه ما حسبهاش فاول بول. خلينا هنرجع نتكلم في الحالات التحكيميه، هنتكلم برضو بعد ما اسمع كابتن راي كابتن حماده في راي